الأشقاء الأعزاء، إن شعبكم الفلسطيني وهو يواجه المحتل وسياساته العنصرية بكل صمود وتحدي ينتظر من أشقائه أن يواصلوا وقوفهم معه اليوم من خلال تفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرت سابقا، خاصة وأن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية، هي تجمع لنا بعض الأموال وتحتجزها غاية بمئات الملايين، مؤكدين على أهمية تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توفير الدعم لمدينة القدس وصمود أهلها بشكل مؤثر، وهي تتعرض اليوم لأشرس حملة إسرائيلية لتهويدها. يريدون أن يهودوا القدس ويريدون أن يهودوا الأقصى ويعيدوا بناء الهيكل المزعوم الذي لم يوجد قطعا في هذه المنطقة، وتغيير معالمها الفلسطينية والإسلامية، مع العلم أن ما أنفقته سلطات الاحتلال والجهات المنظمة الداعمة لها الذي أنفقته يزيد حسب تقاريرهم بلغ عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية من أجل تهويد القدس. الحقوا القدس، الحقوا الأقصى والقيامة، ستهودان.